والسي بلعيد بويبيد كنظن انه الحديث على هذا الرجل كيطلب وقت طويل، ولكن نقول الكلمات اللي كيستحق السي بلعيد بويبيد اللي هو زميل وصديق. عاشرت انا ما يناهز 40 سنه، جيت لقيته خدام في البيان بالفرنسيه، ايضا تابعته من بعد في راديو مارس. السي بلعيد بويبيد ليس فقط صحفي رياضي ولكن مثقف بمعنى الكلمه بين معنى. شاهدنا السي بلعيد بويبيد دائما حاضر في الندوات الصحفيه السياسيه الثقافيه من خلال الكتابات ديالو سواء بالعربيه والفرنسيه، دائما كان يكتب عن مجموعه من المواضيع التي تهم بلدنا. كنظن بانه السي بلعيد بويبيد كانت عنده واحد الخاصيه، وانه كان ايضا كاريكاتوريست، والكاريكاتوريست كتعرف الطابع ديال السخريه اللي عند الرجل، وبالتالي انه لا في التغطيات اللي شاركت معها داخل الوطن او خارج الوطن دائما الرجل كانت الابتسامه لا تفارقه، دائما السخريه لا تفارقه من الاشياء والوقائع، لانه كتعرف الانسان السخريه راه واحد التعبير اللي هو جميل جدا في مواجهه مجموعه ديال المشاكل اللي كتلقاها في الحياه. وبلعيد بويبيد كان هذا النوع، كان كيعبر بالكاريكاتير وكان كيعبر ايضا باللغه، ودائما اللغه اللي عندها مرجعيه عنده ثقافه. بلعيد بويبيد كنت كنلقاه في معارض الكتب، كنلقاه في الندوات، كيشارك في مجموعه من التظاهرات، وبالتالي كان رجل مثقف ولو انه كان دائما نراه في توبي صحفي رياضي، وهذه اللي تعرف بها كثير. كنظن بانه اعترافا بالرجل كنتمنى انه الجمعيات الصحفيه او ايضا المؤسسات الثقافيه ولا الجامعات الرياضيه انه ولا الوزاره الوصيه انه يدار واحد تذكار او شيء يذكر بالرجل وتخليد الاسم الرجل، سواء قاعه صاله او شيء من هذا القبيل، مركب ثقافي، لان الرجل يستحق. ترك اثرا، مات كجسد الله يرحمه، ولكن بالعيد سيظل بيننا خالدا ما دامت اعماله تخلده بشكل كبير وتؤكد على حضوره المتميز. شكرا. ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.